السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بالواضح في النشاط العلمي المستوى الثالث. ستجدون في هذا الفيديو الأنشطة الخاصة بأدعم تعلمات الوحدة الثالثة. هذه الأنشطة خاصة بالحصة رقم 10 الأسبوع رقم 16. أنشطة هذه الحصة موجودة في صفحة 50 من الكتاب المدرسي. نبدأ على بركة الله. الحمد لله. أعتذر. أملأ البطاقات بما يناسب لأصنف هذه الحيوانات الفقارية. هناك سمكة، إذن مجموعة الأسماك. بماذا تمتاز مجموعة الأسماك؟ حلاشيفي غير ملتحمة. حلاشيفي غير ملتحمة. بالنسبة لنا جلد عاري، هذه من الصفات المميزة لمجموعة البرمائيات. البرمائيات هنا حلاشيفي كلها ملتحمة، هذه من خصائص مجموعة الزواحف. مجموعة الطيور تميز جلدها مكسون بالريش، إذا جلدي مكسون بالريش. بالنسبة للصورة رقم 5، هذا الحيوان يدخل ضمن الثدييات، جلدي مكسون بالزرب. خلي لكم شي شوية اللي بغى يعني يصحح أو يقارن الإجابات معه. نمر إلى التمرين الثاني. أضع علامة في خانة الجواب الصحيح. تحتاج النباتات كي تنمو إلى، غادي نقلبوا على لماذا تحتاج النباتات لكي تنمو. إذا الماء والهواء فقط. واش غير الماء والهواء فقط؟ هادشي حنا شفناه في الفيديو اللي قبل. الناس اللي كتشوف القناة لأول مرة رجعوا للفيديو غتلقاو مشروح الدروس اللي كان. هل تحتاج إلى الماء والأملاح المدنية والهواء والضوء؟ نعم، هذا تحتاج. الضوء والهواء فقط لا، الماء والأملاح المدنية فقط لا. إذا الإجابة الصحيحة هي هذه، الماء والأملاح المدنية والهواء والضوء. بالنسبة للتمرين رقم 3، ألاحظ نتيجة كل من التجربتين وأملأ الفراغ بما يناسب. التجربة الأولى عندنا نبتة في التربة، هناك شمس. ماذا وقع لهذه النبتة؟ بقيت حية. إذا يوجد ضوء، يبقى النبات حيا وأوراقه تكون خضراء اللون. حيث كاين الضوء، الضوء الذي يساهم في إنتاج اليخضر ديال هذوك مع الأوراق، وبالتالي بقت حية وورقها بقاو خضر. أعيد، بوجود الضوء يبقى النبات حيا وأوراقه تكون خضراء اللون. بالنسبة للتجربة الثانية، ما كاينش ضوء، هناك ظلام. انتبهوا، هل بقيت حية هذه النبتة؟ لا، ماتت أو ذبلت. وماذا وقع لأوراقها؟ تغير لونهم من الأخضر إلى الأصفر. في غياب الضوء يذبل النبات وتصبح أوراقه صفراء اللون. في غياب الضوء يذبل النبات وتصبح أوراقه صفراء اللون. تقويم توليفي. أملأ الفراغ بما يناسب من كلمات. اسم السن القاطعة وضر سناب. وظيفته عند اللاحم، إذا القاطعة وظيفتها عند اللاحم الكشط، والضرس وظيفته عند اللاحم التقطيع، والناب وظيفته عند اللاحم التمزيق. القاطعة وظيفتها عند العاشب الاقتلاع، فبواسطة القواطع يقتلع الحيوان العاشب العشب. الضرس وظيفته عند الحيوان العاشب الطحن، ليس له وظيفة. الناب لا، ما كاينش أصلا عند العاشب. بالنسبة للقاطعة، شكلها عند اللاحم صغيرة، وشكلها عند العاشب كبيرة وحادة. الضرس شكله عند اللاحم منشاري، وعند العاشب مسطح. الناب شكله عند اللاحم طويل وحاد، اما شكله عند العاشب كاين اللي عنده صغير وكاين اللي ما عندوش كاع. هذا كل ما يخص التمرين او التمارين الموجوده في الصفحه 50. ما تنساوش تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. انا في حاجه للدعم ديالكم للقناه عبر وضع جيم لي فيديو ولي كومونتير ديالكم، لان القناه نزلت بزاف.
كنتمنى انكم الناس اللي كتشوفوا القناه لاول مره ما تفضلش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد.